شي هذيك الميت ما ديرها، خاصك ما ديرها الوسط، ما يقدر يكون فيه الجياج، يقدر يكون فيه شي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بالناس، كديرين لاباس عليكم، كديرين مع الصحه. كنتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وصحيحتكم يا رب يا امين. فيديو جديد معاكم ونهار جديد معاكم. شنو نقول لكم البنات، بديت لكم بسيدي الزيتون كيعاون فيا زكريا البنات، لانني هاد اليومين عيانه شويه عيانه شويه باش يعاونني البنات. والله الا عيانه هاد اليومين هادي، ودابا بقى لي شي زيتون خاصني ضروري نحيدو سينو غيخسر. ودابا كيعاون فيا زكريا كيضرب فيه، وغندوز انايا نعمر هاد البيض هادي. البنات اللي كيسولوني على الزيتون زهره منين كتاخديه، انا البنات هو كاين عند الخضاره. بالنسبه للثمن والله ما سولت شحال داير الثمن في جدة، مني الله عاد كندير عندنا حنايا 4 كيلو دايرين ليها الثوره، ولكن في الاول مني الله بعدا ما موجوده البنات عند الخضاره، راه موجود عند الخضاره البنات. البنات اللي كيسولوا انا هذا البنات غير زكريا صحابو هما اللي جابوا ليه الزيتون، وصاهم وهما اللي جابوا ليه الزيتون، حيت هاد البلاصه اللي حنا فيها فيها الزيتون وفيها الليمون موجود البنات، يعني الليمون تبارك الله موجود والزيتون حتى هو موجود هاد العام، خاصه هاد العام الزيتون تبارك الله فادنا واحد ديالنا هنايا فين ساكنين، عرفتوا تبارك الله الزيتون هي زيتونه. ايوا المهم البنات انا تبارك الله رقات ومازال غنرقد هاد كما كتشوفوا هاد اللي مهرس واحد غندوز دابا نشارك معكم وندير ليه الملح والحامض اللي ديجا حنا وزوين في الجده. وانتم كي راهي انتم البنات هذا ديجا درت ليه الحامض وديجا حنات هاد البوديزه هادي ديجا غنبداو ناكلو فيها صافي. انتم اللي بغات الزيتون اللي كيخسر ليها ديري في هاد البويضه هادو، هادو البنات راه ما كيخسرش الزيتون، هذا انا على حساب حيت غنستعملو هو الاول. السلام عليكم كدرين البش واللي هذا مشرطه، انا كنكل زيتون الجهد الجبر كي ياكلوا منه، عرفتوا البنات حلو على مزوينات. وبغيت نحل لكم بلاتو هنا البنات، غندوز نشارك معكم كيف ما شفتوا بانكيك اللي كيجي صراحه غزير، لاصقيني بناتي من شحال هادي هما كيو دايرين لنا بانكيك اليوم نديرو ليكم ان شاء الله ونشاركو معاكم البنات بواحد الطريقه ساهله ومقادير بسيطه على قدكم نتوما وليداتكم، يكون عندكم جوج وليدات ولا ثلاث وليدات يكفيكم البنات. بالنسبه هنايا البنات عندي واحد الكاس ديال الحليب، عندي ثلاثه الملاعق ديال السكر سنيده، عندي هنايا قبيصة الملحة، عندي هنايا البنات واحد طريف ديال الزبدة اللي غنشدو غندوبو عاد نضيفو ونضيف هاد البيضات هي، عندي هنايا ساشي ديال الفاني، وعندي هنا البنات كأس ونصف ديال الدقيق، هو القياس اللي غندير، غندوب هاد الزبيدة ونرجع معاكم. صافي هنا البنات نخلط هاد في الاول هاد العناصر مزيان ونبدا نضيف هكذا. هنا عندي 8 غرام ديال الخميرة الحلوى،
هذه البنات هذيك الزبيده ونضيف كامل ونكمل البنات في التخلاط. صافي البنات غنخلي واحد نص ساعه حتى يترخى ليا شويه مزيان البنات، وعاد غنرجع معكم نطيب فيه. ساهل بالزربه كيوجد كيف ما شفتوا البنات، هاد الخيط تبارك الله راه كيعطي ساهل بالزربه. تشوفي توجدي الوليدات كيحمقوا عليه الوليدات بانكيك. البنات كيف ما كتشوفوا خليته نص ساعه ارتاح. صافي دابا غندوز نبدا نخبز فيه الا كتسخن. البنات انا كندير ثلاثه في هذه المقله حيت عندي المقله كبيره. بنات هانتوما رجاء بناتي انا كنطيب وجنات كتهز تاكل جا قعدت فيه الشكلاط وكتاكل. بوانا جنات سلام عليكم كجري باش نريكم البنات كيفاش كيجي. زينت ليهم كندخلت ليهم هنا البنات التمر ميرتيلي والمشماش. بغيتو ديروا البانيل فريز اللي عندكم كتقدروا تزينوا به، واللوز البنات اللي هرمشتو وضفتو ليا من الفوق كيجيو البنات فن. المهم غنوريكم كيفاش كيجي حتى من الداخل. صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا اختكم مشات صايقه، مشيت تخديت مشيت صايقه انايا بديت الحمد لله البنات نهير على نهير. المهم نهار على نهار اختكم كتعلم واخا ضروري من الخوف. مع اصلا انا البنات الطوموبيل تراجلي شويه كبيره، انا راه خصني نسوق الطوموبيل كتكون خاصها تكون صغيره في الموتور. هذه شويه كتغلب عليا البنات في الدورات كتغلب عليا شويه. المهم البنات مشيت الصراحه ما كنتش ناويه نتقدى اليوم، ولكن شي حاجه خاصاني تستجدتها شفت نشارك معكم. هانتوما اصلي زعما شحايده هادو ثلاثه دائما كناخذهم هادو البنات دايري ليهم تخفيض. لخديتي جوجات وحده فابور، لخديتي جوجات وحده عندك فابور. وحاجه اخرى البنات هنا في ايرو سبير راه دايرين زيت اوفيرتا ديال زيت ديال المايس وغزال. هاد الزيت البنات تقدروا ديروا به حتى الشلاضه زوين. المهم كيعجبني هذا اولي دي سيم راه دايرين فيه هو تخفيض. وبالنسبه للصلصه حتى هي لخديتي جوجات حتى هي فيها تخفيض. لخديتي جوجات فيها تخفيض خديت ربعه لانها باقا عندي البنات. والحليب حتى هو هذا دايرين فيه هو تخفيض البنات. انا كنت ديجا خديت هذا انديرو، هذا البنات كيعجبني انا بحكم حيت كنديرو في الكسكسو في هذيك لسان الطير ضروري من حليب انديرو لانه كامل الدسم. هذا البنات كتجي حتى الحسوه خاته وزوينه. وخديت هذا تا هو دايرينو البنات فن. انا كيعجبني البيستاج كناخذو من السوق ما كيعجبنيش بحال ديال ليدل. جرب ديال السوق وجرب ديال ليدل. ديال ليدل البنات كيكون عامر وزوين ومحلول، داك اللي كيجي في السوق كيكون ما محلولش ما كيعجبنيش. معنا كنعطي له بنياتي. هذا تبارك الله البنات فيه نص كيلو خديته بربعة اورو وخمسة وتسعين على ما اظن. المهم جايه لخمسة اورو مخيره البنات نص كيلو تبارك الله. كيف ما شفتوا يعني ما فيما كتكون تخفيضات كناخذ انا وراه
ديالو خديت انايا البنات هو كنديرو لبنياتي بحال هكا في الكوتي. وعرفت شنو خديت؟ خديت هاد باكيت الروز 2 كيلو ديال الشلاضه خديتها البنات بقرصين. وحاجه اخرى بغيت نشاركها معاكم البنات، ها نتوما خديت السفرجل عرفتو لقيتو في اور سبين، واو شحال فرحت. شوفوا البنات خديت منه مشهيه، غنديرو ان شاء الله في طويجين نشاركو معكم عرفتو راه جايبينو في اور سبين. ها نتوما كيقولوا ليه مال باش نقلب السكونتر نقول لكم شنو سميتو، بقيت عاقل عليه مزيان. المهم هو هذا صافي، غندوز نرد هاد القضيه انا نشارك معكم شحال خسرت بالضبط، غنشارك معكم شحال خليا سكونتين خليا كلشي جلبانه وموتزاريلا وشي كلشي درتو ديجا في الثلاجه، طلعو زكريا ديجا دارو في الثلاجه. هنا اورو سبين ناسي اورو سبين تقديت فيه 18.76 سوا البنات. ها هو ميل كوتوني داير اوفيرت داير لي 1.79، انا خديت البنات جاي الكيلو 1.67 شفتوك. وخليت لكم البنات حتى ليدل، المهم هادشي ما غنلوحوش انا باش نوريكم الشهر شحال غنخسر فينا. بديت معاكم نهار 21 في الشهر بما انا مبقات المهم تقضيه، قلت غنبدا نتقدى دابا وداكشي اللحام وداكشي كمل الفريكو خوا. شاركت معاكم 30 اورو ديال الحوت 22.66 اللي خسرت البنات في ليدل، لانني خايده كيف قلت لكم البنات خايده فيه حتى البيستاكيو خايده فيه، لان عندي اللوز انا كنجيبو ليا زكريا من المغرب وهادشي. صافي هنا شبيت نشارك مع موتزاريلا خايداها البنات ب 3 اورو، بجوج اورو موتزاريلا باك فيه تبارك الله جي الكيلو 2.79 شفتو البنات. وندوز نرد هاد التقضيه عاد ندوز نقاد معكم الحيمات حتى هما. هنا البنات كيف ما شفتو اختكم هنا خدينا شويه الكفته تقريبا البنات، خدينا كيلو ديال الكفته وخدينا البنات لانكرا خدينا الموسكولي خدينا المهم خدينا بيبي حتى هو البنات. المهم هنا كيف ما شفتو غندوز كنقادو دائما انا وزكريا كيعاوني بحال هكا في التقطع. صافي هنا اختكم كنقاد مويكات كنديرهم وكل مره كنجبد كيف قلت لكم البنات. المهم انا بغيت نقيد معكم يعني بيومين شحال غنخسر شهريا، انا كنقيد معكم انا عارفه راسي، ولكن بغيت داكشي نقيدو معكم باش في الاخر من يوصل 21 في الشهر غنوريكم البنات تقريبا شحال خسرت في الشهر. كيف ما شفتوا البنات يعني خديت 30 اورو ديال الحوت كناخذ شهريا، هذه 30 اورو في الحوت فيها القمرون فيها اوراطا فيها الحوت ديال الطاجين المهم اللي كيدي لي وكنوع بحقه. والحيمات باقي ليا غير الدجاج حتى هو نمشي ليه لبلاصتو حتى هو نجيبو البنات ونقطعو حتى هو نديرو ميكات. كيف ما كتشوفوا هادشي كله كديرو اي مرة تقريبا كديرو هو البنات، راه كيف قلتو سبيزا راه حتى هي كتشيطي منها. المهم انا كيف قلت لكم انا باغا ناخذ ان شاء الله شي طوينين بيه نحاول نقتصد على راسي حتى تانا البنات راه في الصيف حقا كنخرج كنجيب بيتزا كان المهم مره راه ضروري راكم عارفين الصيف كتخرجي كتخسري الفلوس. دابا راه كنيفيتي ايفيتي انني البنات بيتزا ما نجيبهاش للدار انا نصايبها انايا باش نشيط شويه الفلوس. البنات راه كيف قلت لكم 5 اورو على 5 اورو راه كتشيطي منها، خاصك تكوني تعرفي تقادي. واش نقول لكم البنات الراجل راه كيف كيقولوا هذه البنات، راه الراجل كيقول لك المراه كيف قالت واحد الاخت راه بحال السفينه يعني يا تزيدي براجلك القدام يا طيحي تغرقي حيت كاينين شي عيالات البنات اللي ما على بالهمش وما نقولش لكم التبديل اش كيديروا ليه الراجل. والله بني والله ما يشيط حاجه مسكين، كاينين عيالات هادو يعني الراجل يزيد القدام بالمراه يا يحبس من المراه. المهم هنا كيف ما تشوفوا البنات كنكمل في التقياد ديال سمحوا لي البنات كنصوف المونتاج وعيط لي راجلي. المهم كيف قلت لكم البنات وبالنسبه للاخوات اللي باغا تعاون راجلها ما عيبش عوني راجلك ما عيبش ماشي عادي البنات، حيت هنا في الغربه كيبغي خاصنا ضروري نتعاونوا مع رجالتنا اي حاجه نديروها في الحلال دائما. والمهم نعاون راجلي وخا نحيد عليه غير مصروف الوليدات
يعني انا مصروف الوليدات كاع ما نهضروا غير بحق الوليدات حتى هما كيبغيو شحال من حاجه. صافي كيف ما شفتوا البنات هذا هو هذا الفريو يدي ليا دابا مود البنات من حوتو من اللحم ديالو بيبي باقي غنجيبو غير شويه دجاج صافي نوع به صافي. وهادشي اللي كاين الوزيلات كيف ما شفتوا هنا غنحبس معكم الفيديو نقول لكم بسلام عليكم وتهلاو في ريوسكم وما تنساوش دائما انني احبكم في الله ولهلي خطيكم عليا.